يسعد أوقاتكم أصدقائي. اليوم راح أحكي عن ماسك الكربون، ماسك الكربون الصناعي يعني اللي هو جاهز، وكيف أنا ممكن أعمل ماسك الكربون بالبيت من مكونات ومواد أولية موجودة بكل مطبخ. يسعد أوقاتكم أصدقائنا اللي عم بتابعني أول مرة. معكم لبين الحي، حاصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبعض النصائح الجمالية. أصدقائي الغوالي، الكل عم يعاني من تصبغات، ممكن يقول إنه البشرة غير موحدة اللون. الحل كتير بسيط بماسك اسمه ماسك الكربون، بيزيل التصبغات الناتجة عن الشمس، بيوحد البشرة. إذا كان عندها مشاكل بحب الشباب بيقضي عليها. مكوناته كتير بسيطة. أنا رح أحكي عن الماسك اللي هو الصناعي اللي نحن منجيبه من الصيدلية، برودكت منحطه على الوجه ومنتركه حتى يجف ومنشيله. أما إذا حبيت ساوي الماسك ضمن البيت كتير سهل. أنا ممكن استفيد من أي فحم نباتي، باخذ الرماد بدقه للخشب المحروق بشكل جيد، بصير عندي هذا هو الكربون العضوي. إذا حبيت مثلا اتخلص من التصبغات، بكل بساطة باخذ ملعقة من الكربون وبضيف له ملعقتين من ماء الورد، وحطت هيك تصير عجينة بتهنى على وشي وبتركها حتى تجف. أما إذا كان عندك مسام واسعة مفتوحة، بكل بساطة باخذ ملعقة من الفحم بضيف له ملعقتين من الحليب، بتتشكل هالعجينة وبحطها على وجهي. الخليطين مع بعضهم إن كان الفحم والحليب رائع جدا للبشرة وما بيعمل أي نوع من التهيج. أما إذا كان في عندي ندبة على وجهي وهيدي الندبة كتير مضايقتني، باخذ ملعقة من الفحم وبضيف له ملعقتين حتى تتشكل معي العجينة من العسل. تتشكل معي عجينة، والعسل بتعرفوا له خصائص كتير رائعة للتقشير وتجديد البشرة. بحطها على الندبة بتركها حتى تجف وبتقشر معي قشر. هذه العملية لما بتقشر بتشيل الندبة اللي كانت موجودة وبيطلع معي أنا بشرة جديدة. تكرر هذه العملية حتى أحصل على النتيجة اللي أنا بريدها. أصدقائي الغوالي، منتج كتير بسيط لكن مهم للبشرة، وبتقدروا تبحثوا عنه على الانترنت، فوائد الكربون النباتي. لما بيقولوا لكم الكربون المفعل أو المنشط، هو بكل بساطة تم تسخينه على درجة 450 حتى صار عندنا الكربون النشط، لكن ما بيأثر إذا نحن سويناه بالبيت بدون تنشيط.